لن يسمح مستقبلا لأي نائب باعتلاء منصة رئاسة البرلمان للاحتجاج، فضلا عن منع رفع الشعارات واللافتات التي تعطل سير الجلسات. هذا بعض ما تضمنته التعديلات على النظام الداخلي الذي ينظم عمل البرلمان، تعديلات تضمنت أيضا اشتراط موافقة ثلث أعضاء البرلمان على أي لائحة تتقدم بها الكتل البرلمانية. هناك فصول مثل المادة 141 الخاصة باللوائح تبين أنها معيقة للمجلس، وغير معقول أنه رئيس كتلة يستطيع أن يفرض على المجلس في أي وقت ما لائحة تستغرق وقت طويل وربما لا تجد الصدى، تحتاج لتعديل. تعديلات يقول الائتلاف الحاكم الداعم لها أنها تهدف لوقف الفوضى والتصدي للعنف داخل البرلمان، فيما تواصل الكتلة الديمقراطية أكبر كتل المعارضة اعتصامها داخل البرلمان محملة رئاسته مسؤولية العنف الذي استهدف أعضاءها. رئاسة المجلس هي من ساهم في تعقيد المسألة، لأنه كان الطلب متاعنا واضح وبسيط جدا، وفقط أنك تصدر بيان تحمل فيه المسؤوليات وتندد بالعنف. مراقبون رجحوا أن تهدف التعديلات الجديدة أيضا إلى التضييق على نشاط معارضي حركة النهضة وحلفائها الذين يشكلون الأغلبية البرلمانية، وقد يستفيدون من وقف طلب التصويت على اللوائح المحرجة لهم كلائحة الحزب الدستوري الحر الذي يطالب بتصنيف بعض القوى الدينية المتشددة تنظيمات إرهابية. جملة التوصيات اللي ذكرتها لجنة النظام الداخلي فيما يتعلق بإدخال تنقيحات على النظام الداخلي هي تستهدف بالأساس المعارضة كاملة في البرلمان وبخصوصية أيضا الدستوري الحر. يأتي ذلك في جانب منه لمحاولة تحجيمها وتقييد الإطار اللي تتحرك فيه هذه المعارضة داخل البرلمان. دعم كبرى الكتل البرلمانية للتعديلات المقترحة على نظام عمل البرلمان يجعل المصدقة عليها أمرا شبه محسوم. في ظل تواصل حالة الشلل والفوضى التي يعيشها البرلمان تسعى كتل برلمانية إلى تعديل النظام الداخلي، في ظل تواصل اعتصام أكبر كتل المعارضة وهو ما يزيد المشهد البرلماني إرباكا وغموضا. توفيق عياشي، الحرة، تونس.